البرنامج بتاعنا بنعمة ربنا هيكون عنوانه آية في حكاية. المقصود بيه مش بس ان احنا نحكي لكم حكاية، ولكن هنتأمل كمان تأملات في مجموعة من الآيات اللي ممكن تكون يا إما يكون معناها مش واضح قوي، يا إما تكون آيات تدينا فكرة جميلة ومعنى أكثر غنى وتأمل أعمق من مجرد إن إحنا نقراها بشكل سطحي. ربنا يجعل البرنامج ده مليان بركة وخير ويفرحنا، ويتكلم ربنا يسوع المسيح بصلواتكم على فم كل اللي هيقدمه في هذا البرنامج.